في خناقه حصلت ما بين كهربا وابو جبل؟ يعني كانت مشاده طبعا في يعني في كوت ديفوار بسبب طبعا يعني التنافس الشديد في الكوره. كان كهربا شاط كوره في ابو جبل، فابو جبل راح ردها فيه، حصل مشاده. ولكن بعد قد ايه؟ ايه؟ خلصت بعد قد ايه؟ لا خلصت بعد التمرين على طول، يعني تم استيعاب الموقف. بل وكمان يعني اقول لك على حاجه كمان بعد المشكله، يعني إيه ان بقى؟ كان ابو جبل، انا بقول لك خلاص كان وقع للنادي الاهلي خلاص بشكل رسمي، وكان المفروض العقود اتبعتته وهتتبعت لمدير التعاقدات في النادي الاهلي كابتن امير توفيق، اللي عايز اقول لك عليه خبر كمان شويه. ان كان المفروض ابو جبل يبعت الحاجه من الميل بتاعه، ولكن الميل بتاعه كان فيه مشكله، وكهربا اللي بعت له العقود من ميله هو. كهربا جاله